بسم الله الرحمن الرحيم. لو اشتريت الايفون 12 او الايفون 13 من امريكا فراح تلاحظ في التصميم هذا او الاضافه هذه اللي ما هي موجوده في الايفونات من باقي دول العالم. وقت التسريبات على الايفون 12 كنا نتوقع ان هذه القطعه للقلم انهم يدعمون قلم ابل. لكن للاسف لما نزل الايفون 12 اكتشفنا انه ما يدعم ابل بنسل او قلم ابل. فليش هذه القطعه موجوده وليش ما هي موجوده في الجوالات الايفون 12 والايفون 13 اللي متوفره في باقي دول العالم؟ السبب هو الـ 5G عالي السرعة. احنا نعرف ان الايفون 12 والايفون 13 يدعمون الـ 5G، لكن الـ 5G عالي السرعة ما يندعم الا في الايفون 12 و 13 اللي من امريكا. طبعا هذه الخطوط متوفرة كانت من ايام الايفون 4 وهي فقط للمستقبلات او الانتنة او مستقبلات الاشارة اللي يستخدمها الجوال عشان يتصل بالابراج. فابل اضافت هذه الخطوط وما زالت موجودة في الايفون 12 والايفون 13 من ايام الايفون 4. ولو تذكرون الايفون 4 كان فيه مشكلة انه كانت الخلفية زجاجية وفي خط من تحت فقط، يعني المستقبل انتنة ما هو موجودة في الجزء السفلي، فكانوا الناس اللي يمسكون الجوال تختفي عندهم الاشارة في بعض الاحيان اللي كانوا يسمونها الايفون 4 جيت او فضيحة الايفون 4. فابل في الايفون 4 اس اضافت انتنة من الاعلى بحيث انه حتى لو مسكت الجوال من الاسفل فراح تقدر تستقبل اشارة عن طريق الانتنة الموجودة في الاعلى، وهذه مستمرة حتى الان في الايفون 12 والايفون 13. طبعا هذه القطعة من البلاستيك، والبلاستيك ما هو جديد على أبل، فمن المعروف أن البلاستيك يسمح بمرور الإشارة، فكان الآيفون 3G من الخلف كله بلاستيك والجهة العلوية من الخلف كلها من الزجاج. في الآيفون 3GS كانت الخلفية كلها من البلاستيك وبالتالي كانت تسمح بمرور الإشارة، لكن لما بدأت أبل تستخدم الزجاج بدأت تضيف هذه الخطوط من الجوانب كأنتنة أو كمستقبلات لإشارة أبراج الجوال. ولا زالت ايضا تستخدمها في الايفون 12 والايفون 13، لكن اضافت القطعه هذه فقط لاستقبال ال 5G عالي السرعه وليس ال 5G منخفض السرعه، لذلك هي موجوده فقط في الايفون 12 والايفون 13 اللي متوفر في امريكا وليس في باقي الايفون 12 و13 اللي موجوده في باقي دول العالم. لو عجبتكم هذه الفيديوهات من ابل اكسبلين وحابين اني اترجمها اتمنى انكم تعطوا لايك لهذا الفيديو وايضا تشتركون بالقناه. يعطيكم الف عافيه، نشوفكم ان شاء الله مع فيديو قادم.